إذن يترافق مع عملية التجسس هذه والكشف عنها وأيضا مع توترات كبيرة على ما يبدو بين إيران وبين الغرب بشكل عام وعلى رأس الغرب الولايات المتحدة الأمريكية، هناك صفعات أخرى تتلقاها إيران سواء في الداخل بعد هجوم أصفهان وقد شهدناه قبل أسابيع، وثم بعد ذلك بعض الهجمات، وهذه الهجمات يعني هذه الهجمة ليست الأولى وإنما هجمات متتالية حتى في دمشق، آخرها ما حدث في دمشق وما أعلنت عنه إذاعة الاحتلال الإسرائيلي. في البداية، في أي إطار ترى هذا الاستهداف اليوم الذي يتم الحديث عن وقوع ضابط في الحرس الثوري وخمسة عشر آخرين ضحايا لهذا الهجوم؟ دعنا نوضح على توضيح الأول وحول قاعدة استهداف قاعدة إصفهان والانفجارات التي استهدفت القواعد العسكرية في إصفهان والشركات، إنما كانت هي من داخل الحدود الإقليمية الجغرافية السياسية ما تسمى إيران، وذلك بواسطة ضباط وشخصيات في الحرس الثوري الإيراني تم شرائهم من قبل الموساد الإسرائيلي. ولكن ما لدينا معلومات متوافرة يوم أمس في هذا الاستهداف، إنما تم استهداف مدرسة إيرانية كان يتوافد بها عناصر من الحرس الثوري، وعلى رأس هؤلاء العناصر كان إسماعيل قاآني الذي فر هاربا بنفس الوقت إلى طهران. فكانت هناك كل الأنباء تشير أن من أبرز القيادات المتواجدين التي كانوا في هذه المدرسة كان هو رئيس الحرس الثوري أو قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، والتي كان يتفقد المدارس الإيرانية في سوريا، وذلك الاستهداف كان يستهدف إسماعيل قاآني بنفسه، ولكن للأسف الشديد قد فر بنفسه إلى طهران ولم يصيبه شيئا. ولكن هنالك أنباء أخرى تشير إلى أن قيادات أخرى بارزين في الحرس الثوري تم اغتيالهم وما يصل عددهم إلى 15 شخص. لكن يعني كان المستهدف هو رئيس الحرس الثوري الإيراني وليس يعني استهدافا عاديا لجنود أو ضباط من السوريين. لا أبدا، حيث أن تم الاستهداف لمدرسة إيرانية ولم يتم استهداف لقاعدة عسكرية سورية.